استاذ حسين، احنا سالناك 5 اسئله واجاباتك كانت، خلي نشوفها وش قد جابت لك نقاط. السؤال الاول كان اذكر نوع من الشهادات. الشهاده التقديريه قال زين 12 نقطه، انت قلت ماجستير. حلو، ماجستير جابت لك 20 نقطه فعلا، شهاده ماجستير، بكالوريوس، دكتوراه. الان السؤال الثاني، اذكر وحده قياس للوزن. قالت كيلوغرام. زينب 30 كيلو، انت قلت كيلوغرام، قلت لك عيد، قلت لي جرام واحد، وهو وحده قياس صحيحه، تختلف عن كيلو، اخذت 22 نقطه. السؤال الثالث هو على اي شاشه يمكن ان تشاهد فيلم سينمائي او تلفزيون؟ قالت زينب 21 نقطه، انت قلت على شاشة 42، و42 يعني حجم الشاشة، احنا لم نسأل عن حجم الشاشة، قلنا على أي شاشة، قلت حجم 42، وجاءت النتيجة أو النقطة صفر. يعني لو قايل على مثل ما قلت لك سينمائي، شاشة تلفزيون، كمبيوتر أو الموبايل، أو هناك شاشات أخرى. السؤال الرابع، حاسة موجودة في الرأس، السمع قال زينب 18 نقطة، أنت عدتها وقلت لك عيد، وقت البصر، والبصر جاب لك 30 نقطة. ممتاز، يعني هذا الصفر ممكن أثر عليك، لأنه كان ممكن، خلي نشوف السؤال الأخير، شيء يستخدمه الناس لتخويف اللصوص، السلاح، قال 17 نقطة وأنت لم تجب عليه لأنه الوقت انتهى. طبعا 25 ثانية، إذا نقول لك آسفين وتفضلوا. إذا يمنى استطاعوا أن يصلون إلى 200 نقطة حسب ما مطلوب من عندهم للفوز بالجائزة اللي قيمتها 10 مليون دينار عراقي، ولكن نقول لهم مبروك، تأهلتوا إلى مرحلة مقبلة إن شاء الله مع عائلة عراقية قادمة إن شاء الله، وستكون في الحلقة المقبلة. إذن انتظرونا أعزائي المشاهدين في حلقتنا المقبلة وفي كل حلقاتنا المقبلة. أنا كنت معكم دائما وأبدا جواد الشرفي، وإلى اللقاء، مع السلامة، تصبحون على خير.